طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ العزيز احمد العلي، اريد استفيد منك عن تجاربك في السفر. سافرتي خارج عمان؟ طبعا انا بدايه سفرتي عند الوالد في سفينه شراعيه لدبي. نعم ما شاء الله جميل. كم كان ياخذ عليكم وقت من هنا الى دبي؟ والله على حسب قوه الرياح. هل تعتمد على الرياح؟ بين 5 ايام لاسبوع الى اقل او اكثر. ما شاء الله. او اكثر. اذا ما في هواء يكون اكثر، يمكن تاخذ 10، يمكن تاخذ اكثر. اوقات معينه محددين خاصه السفينه الشراعيه، اما السفينه الماكينه معروفه. نعم لا بالشراعيه متى تقريبا يناسب؟ والله انا حلت مني ونزلت اشهر معينه محددين وللسفر مني السفن تبحر للبصره. شهر 8. شهر 8 لان على رياح الكوس. ويوم كنت تروح الكويت؟ كنا الكويت او دبي. دبي كنا نروح بالسفن. ما بلازم كان كل ايام بدات المحركات تظهر في السفن. نعم ما شاء الله. فانا اول سفر سافرت عند والدي نزلني في دبي. اها. وبعدين هو سافر البصره شال بضائع طبعا قندل وما قندله. نعم. يبيعها على المواني الخليج. نعم. وبعدين يروح البصره يشتري تمور. اها. ويسافر به للمواني الاخرى للهند واليمن. ما شاء الله. طبعا نعم. بعدين بعد الانقلاب ذي ضاع السفر. نعم. ضاع السفر. نعم. العلاقه بين عمان وزنجبار. نعم صدقت. قلت الحركة التجارية. نعم. وبدوا الناس يتجهوا للخليج ظهور البترول. نعم ما شاء الله. يرتاحوا من البحر. نعم صدق. وتعبه. اتجهوا كلهم رموا سفنهم واللي باع واللي حب سفينته على على ال. ما باعها ولا تكسرت ولا. نعم ما شاء الله أهملها. اتجهوا لل. طبعا الخليج. نعم. خاصة احنا هالسور كثرنا في الكويت. الكويت ما شاء الله عشت. قليل من البحرين. ايش من ذكريات؟ حتى النجارين هجروا. ايش من ذكرياتك؟ ذكريات ماشي احنا كنا ندرس. ايه ما شاء الله. يعني كنا صغار ماشي انا عمري 10 سنوات. وكل سنتين نقعد سنتين وكل سنتين نجي في فترة الصيف في المدارس. نعم. ناخذ لنا مثلا اسبوع او 10 ايام في البحر. نوصل البلد. نعم. ثم ناخذ عطلة الصيف ونرجع مرة أخرى. نعم ما شاء الله. نجلس سنتين وهكذا دوالي. جميل. يعني حتى جاء العهد الجديد الرحمه غمد برحمته. جميل. قابوس تغير الحكم. صدقت. وأول أنا ما طبعا كنت رايح أكمل دراستي. كان عمري 17 سنة. الحمد لله. كنت أبحث عن كأثة ما حصلت وسجلت معلم. ما شاء الله. كان عمري 7 سنة. جميل. 17 سنة. كنت معلم. وين سافرت أيضا غير الكويت؟ سافرت الهند. الهند رحت أيضا. سافرت بعدين سافرت عاد من السنوات من التسعينات والثمانينات. أكثر شيء الهند. على البحر أنا مشي ركز. على البحر. إي نعم. طبعا مشيت يعني دول الخليج. سنغافورة دبي. مشينا للسعودية والبحرين. وللكويت. ما شاء الله جميل. طريق البحر أول يوم كنا صغار. بعدين شيء لك ذكريات معينة أثناء السفر في البحر؟ والله ما يعني تعرف حياة البحر على سطح السفينة. مرة تواجهك أمواج ومرة تواجهك هواء. نعم. وحالك حال العبري والبحار الموجودين. نعم جميل. اللي يصيبك يصيبهم انت صابر. نعم. كل ايام ما ندرك يعني كان سنة صغير ما ندرك هي الاشياء. لكن كسفر طويل ما ما شاء الله ما يعني مثل شرق افريقيا ما لحقنا علينا خلاص انتهي. انتهي نعم. يعتبر من 64 انتهي. اي نعم جزاك الله خير. يعني قلت السفره بقى يعني ما بين عدن وما بين دبي وما بين هذه. لما انتهت نعم التجارة البحرية أو الأسطول البحري. نعم انتهي وخلاص.